السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألا يفضل أي عاقل أن يحيا أي حياة أفضل من أن يموت أسرع ميتة؟ لا تحرمني من وجودك لحظة واحدة. أحيانا يكون الداخل إلى السجن أحسن حظا من الخارج. سوف نخسر كل الحياة. من أجلك أنت، من أجل تحقيق الأحلام والمستقبل المناسب، سأراهن بحريتي. صوت العرب من القاهرة يقدم أشرف عبد الغفور، سهير طه حسين في الرهان، بطولة عادل المهلمي، نجاة علي، أبو ضيف علام، الشريف خاطر، ورشاد عثمان. الرهان لأنطون تشيخوف، إعداد عبد الحميد الكاشف. الرهان إخراج حسين أبو المكارم. كيف تقولين ذلك يا زوجتي الفاتنة؟ كيف تستكثرين 3000 روبل للاحتفال بعيد زواجنا الثاني؟ إنها مجرد 3000 يا زوجي العزيز. 3000 فقط مقابل الاحتفال بذكرى أغلى مناسبة وأعز يوم في حياتي. لم أقصد هذا. 3000 روبل لا غير، مصاريف احتفال يضم طائفة من ألمع الشخصيات في المجتمع، من المشتغلين بالفكر والطب والصحافة والقضاء. لم تفهمني حتى الآن. أريد أن أفهم. أين ستذهب الملايين التي تملأ البنوك إذا لم ننفقها في الرقص والغناء والمسرات؟ أين يا جميلتي؟ إذا دعنا نشرب نخب العيد الثاني للزواج السعيد. هيا هيا. أسعدت مساء سعادة المستشار. كنت من لحظة واحدة يا عزيزي أتحدث مع الدكتور عن ضرورة تواجدي صباح الغد الباكر لحضور قضية استئناف، ولولا هذا لقضيت معكم الليلة حتى الصباح. نتمنى لك التوفيق. شكرا. لكننا لن نكون سعداء إذا لم يكن سيادة المستشار على رأس الحاضرين. كيف تغادر احتفالا قد تكلف 3000 روبل؟ 3000 روبل أيها المستشار، كيف تتخلف دقيقة واحدة عن احتفال هذا شأنه وهذه تكاليفه؟ إن ذلك لسوء حظ يا سيدتي، لكنها قضية استئناف. بل نحن الذين نطلب استئناف قرارك هذا. وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوت صديقنا المضيف. بشرط أن تتقدموا بعريضة الدعوة إلى سرايا المحكمة يا دكتور. لكن ما هو الحكم المستأنف يا سيادة المستشار؟ حكم بالإعدام. يا حفيظ، إعدام؟ وهل تفزعك عقوبة الإعدام هكذا؟ طبعا لابد أن تفزع، ربما أصابها الهلع. حقا يا دكتور، إنها سيدة لها الحق في ذلك. لقد فزعت أنا أيضا أيها المستشار، بل وانخلع قلبي. أنت أيضا؟ هل هذا معقول؟ إنك طبيب وجراح تتعامل مع جسم الإنسان دائما بالمشرط، وبالقطع تألف منظر الدم. هذا صحيح صديقي المستشار، لكنني أكره الدم الذي يؤدي إلى الوفاة. حقا إن لغتي هي المشرط، لكنه من أجل مزيد من الحياة يا سيدي. فالحياة هي هدف مشرطي، وليست مقصلة تنهي حياة الإنسان في لحظات، بل في لحظة واحدة. والأغرب من ذلك، ماذا يا دكتور تستغرب ماذا؟ أن يصدر هذا القتل بناء على حكم صادر من إنسان آخر. يا عزيزي الدكتور، إن إنهاء حياة الإنسان في لحظات تساوي تماما إنهاءها في ساعات أو حتى سنوات. المهم أنها إنهاء توقف، فالنتيجة واحدة، إنهاء. هذه هي المحصلة الأخيرة، المحصلة النهائية. هل تفهمني سيدي الدكتور؟ الذي أفهمه أن هذه قسوة شديدة يا صديقنا المستشار. حتى وإن كنت أرى أنا عكس ذلك؟ إن صديقنا المضيف ترك لنا حرية الجدال والاختلاف دون أن يبدي رأيا. لأنني في الحقيقة
مع رأي المستشار، لا أميل إلى انتظار البلاء، بل أفضل وقوعه في الحال. لكنني كسيدة متحضرة أضم صوتي إلى صوت الدكتور وأستنكر عقوبة الحكم بالإعدام. إذن علينا أن نحتكم إلى صالة الرقص، فربما كان فيها الخلاص من الاختلاف. حقا، فإنها الشيء الوحيد الذي يحظى بالقبول من كل الأطراف. لقد جذبني الحوار إليكم. لكنك لم تشارك يا صديقنا المحامي. إنه بحكم الفكر والتعليم سوف يؤيد زميله المستشار. طبعا، الناس على دين ملوكهم. لا لا يا صديقي المضيف، إنني أميل إلى الاستعاضة عن حكم الإعدام بعقوبة السجن المؤبد. ولكنني لا أقرك أبدا على هذا، فإنني شخصيا أرى أن عقوبة الإعدام أكثر مطابقة للروح الإنسانية. إنسانية؟ إنسانية ماذا أيها المضيف؟ بل وأكثر اتفاقا مع نواميس الخلق من عقوبة السجن المؤبد. يا سيدي، إن الإعدام يقتل على الفور، على الفور. وهذا رحمة، منتهى الرحمة والرأفة. أما السجن المؤبد فيقتل بالتدريج، منتهى القسوة. على أي شيء ينطوي هذا الصمت أيها المستشار؟ إنني أريد أن أقول لصديقنا المحامي، من هو الجلاد الرحيم القلب، الرقيق الشعور، المرهف الحس؟ هل هو الجلاد الذي يقتلك في ثوان قلائل، أم هو الذي يستنزف الحياة منك بلا توقف على مدار السنين؟ هل تستطيع أن ترد على سيادة المستشار أيها المحامي؟ هل من الجلاد الإنسان يا صديقنا المحامي، الذي يقتلك في لحظة، أم من يظل ويظل يقتل فيك سنوات بطولها دون توقف؟ من يا رجل القانون، الذي يقتلك مرة واحدة، أم من يقتلك آلاف المرات؟ كلتا العقوبتين مجافية لنواميس الحياة على السواء، لأن الهدف واحد وهو انتزاع الحياة. لكن إحداهما لابد أن تكون ضرورية للحفاظ على الأمن العام والسكينة يا زوجتي، للحفاظ على هيبة الدولة. لكن الدولة ليست هي الخالقة يا صديقنا المضيف، وبالتالي فليس لها الحق في أن تنتزع الروح، تلك الروح التي لا تستطيع لها ردا حتى لو هي شاءت ذلك. ماذا تقصد أيها المحامي؟ كيف تسمح الدولة لنفسها أن تدمر الروح دون أن يكون في قدرتها خلق روح أو حتى إعادتها إلى مكانها؟ كيف؟ معنى ذلك أنك ضد عقوبة الإعدام؟ إنني معكم في أن عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد كلتاهما قبيحتان، لكننا نود أن تختار إحداهما، فماذا تفضل؟ إذا كان لي أن أختار فإنني أختار عقوبة السجن المؤبد. السجن المؤبد أيها المحامي الشاب. من الأفضل يا سيدي أن يحيا الإنسان على نحو ما، على ألا يحيا بتاتا. هذه أكذوبة، حياة أكذوبة لا طعم لها غير المرارة، ولا رائحة غير رائحة العفن. دون أن تنفعل يا سيدي، ألا يفضل أي عاقل أن يحيا أي حياة أفضل من أن يموت أسرع ميتة؟ أليس كذلك يفعل العقلاء؟ أراهنك أيها العاقل أنك لا تستطيع بكل حماسك هذا للسجن المؤبد أن تصمد في السجن شهورا. بل سنوات أستطيع. سنوات تستطيع، بدلا من أن أموت في لحظة. أراهنك على ذلك. ها؟ وأنا قبلت الرهان أيها المليونير، فبكم تراهن؟ سوف أشهد عليك كل الحاضرين هنا أولا. دون أن تشهد أحدا، بكم تراهن؟ بمليوني روبل. كف عن هذا أيها الزوج، كف، أتوسل إليك. كفي أنت عن الحديث، كفي. إذا كنت تعني هذا جديا فإنني أراهن بدوري على أن أبقى في الزنزانة 5 سنوات، بل 15 سنة. يا زوجي كفي، قلت لك عن هذا الحديث. مليون روبل أيها الرجل،
حرام عليك أيها المحامي. موافق، أنا موافق. أنت تراهن بمليونين وأنا أراهن بحريتي. بعد مأدبة العشاء نحرر الاتفاق. مليونان مقابل البقاء داخل الزنزانة 15 سنة. في الواقع إنني قصدت بمأدبة العشاء فرصة لكي يراجع فيها المحامي نفسه. ماذا تقصد أيها المضيف المليونير؟ عد إلى صوابك أيها الشاب، عد قبل فوت الأوان. بل تراجع أنت إن كنت تريد، فربما ربما ماذا؟ ربما أقنعتك الزوجة بعدم التهور والاندفاع. لا 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 أيها الشاب، يجب أن تعلم بأن الأمر كله بالنسبة لي مجرد مليونين، وأظن أنك تعرف أن هذا الشيء تافه، تافه إذا قيس بمركز المالي، شيء لا يذكر. لكن الأسف كله من أجل من يا صاحب الملايين؟ من أجلك أنت أيها المحامي. من أجلي أنا؟ فأنت معرض لخسران 3 أو 4 سنوات من أعز سنوات العمر. سنوات 3 فقط، لأنك طبعا لن تصمد للسجن أكثر من هذا القدر. أحيانا يا سيدي المليونير يكون السجن خارج السجن أقسى بكثير من السجن داخل السجن، فيكون الداخل أحسن حظا من الخارج. لا تنسى أيها الشاب المنكود أن السجن التطوعي أفدح من السجن الإجباري. إن مجرد الرغبة المحضة حينئذ تكون عزاء عن الإجبار والقهر. أبدا أبدا، إن مجرد الإجبار والإكراه عزاء صادق عن البلاء. ثم إن مجرد فكرة أن من حقك التحرر من السجن والقيود في أي لحظة بناء على رغبة شخصية سوف تفسد عليك حياتك، بل سوف تسمم الزنزانة كلها. صديقي، إنني أرثي لك. بل أنا التي أرسي لك يا زوجي. أرجوك، لا داعي لهذا الكلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك وأنت تعقد مثل هذا الرهان؟ ما الجدوى منه يا زوجي؟ وأي خير سوف يعود علينا من ورائه؟ تأكدي يا زوجتي أن المحامي لن يصمد أبدا للسجن، ولا حتى سنة واحدة. لكنه لو صمد فكل ما سوف يخسره 15 سنة سوف يفقدها من عمره. لكننا نحن يا زوجي، فالخسارة أفدح ولن تعوض أبدا. سوف نبدد مليونين يا زوجي. تفاءلي في كل الظروف. وهل يمكن أن يعود التفاؤل بملايين غير التي نفقدها؟ ثم إن الأهم من كل ذلك، هل في هذا الرهان ما سوف يقنع الناس بأن عقوبة الإعدام أسوأ أو أفضل من عقوبة السجن المؤبد؟ هذا هراء هراء يا زوجي، هراء. يبدو أن المسألة كانت فعلا من جانبي مجرد نزوة من رجل مترف. أما من جانب المحامي فهو جشع للمال وطمع. ما كنت أظن أنك سوف تغضبين كل هذا الغضب يا فتاتي الرائعة. وكيف لا أغضب عند فقد حبيبي؟ ومتى يكون الغضب إذن؟ حتى ولو كنت قد أقدمت على هذا الرهان من أجلك أنت. من أجلي أنا؟ أجل يا حبيبتي، من أجل تحقيق أحلامك. كل أحلامي أن أظل بجانبك وحدك، أنت وحدك. كل أحلامي أن تظل أنت فتى أحلامي. مليون روبل يا فتاتي، لا تحرمني من وجودك لحظة واحدة. قلت لك 2,000,000 روبل. ليست كذلك عندي، بل إنها 15 سنة من عمري الوحيد،
عمرك يا وحيدي. سوف أكسب بل سوف نخسر الحياة، كل الحياة. 15 سنة هي كل الحياة. سوف نخسر 15 سنة من الحب. لكنني أريد أن أحقق المستقبل المناسب. لقد أحببتك محاميا شابا صغيرا، أريدك فقيرا، أريدك مدافعا عن الفقراء، مدافعا من أجل العدل على الأرض والسلام لكل البشر. إن الروبلات نقود يا حبيبي، عملة، لكن السنوات حب، الحب الذي أرجوه من حياتي، أرتجي وأتمنى. هل سيدي المليونير على استعداد لإتمام الاتفاق؟ أنا جاهز، وأقترح على السيد المستشار أن يعقد لنا عقد الاتفاق. ولا مانع عندي من ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدين. إنه عقد شاذ، لم يسبق لي أن تعرضت لمثله طوال عملي بالقضاء. لكنك تستطيع أن تعبر عن إرادة الطرفين. أول بند في عقد كهذا أن يقطع المحامي في سجنه لمراقبة صارمة. على أن يكون السجن داخل بدروم خاص بمنزلي لكي أباشر الأمر بنفسي. ويفرض على المحامي طوال مدة السجن الحرمان الكامل من تجاوز عتبة البدروم، ومن رؤية أي إنسان على قيد الحياة، بل ومن سماع أصوات أي كائن بشري. موافق. ومن استقبال الرسائل. لكن من حق المحامي أن يرسل ما يشاء من خطابات. إنك كريم معه كل الكرم يا زوجي المتسامح. لم تفهمي قصدي يا زوجتي. إن أقصى شيء على الإنسان أن يرسل دون أن يستقبل، يعطي ولا يأخذ، يتكلم دون جواب. كذلك تحرم عليه قراءة الصحف اليومية. لا، إن هذا شرط جائر. بل هو شرط جوهري لانعزال السجين عن الحياة، وبذلك فقط يتحقق أسمى معاني السجن وأعلاها قدرا. بل لابد من قراءة الكتب أيضا والرسائل. إن الحظر الذي يسري على الصحف السيارة لابد أن يسري أيضا على قراءة الكتب. لا يا سيدي، لا، إن هناك فرقا كبيرا. بل لا فرق على الإطلاق، كلها قراءة وكلها ورق وكلها مرفوضة. إن الفرق واضح، وأتظلم من شرط عدم قراءة الصحف. إذن تشكل لجنة من السيد المستشار والسيد الدكتور للبحث في أوجه الاختلاف والاتفاق بين الصحف السيارة والكتب. هل لك رأي في هذا دكتور؟ من رأيي أن القراءة هي القراءة. ماذا تعني بذلك؟ أعني أن القراءة تكسب السجين متعة هو أحق بالحرمان منها. هذا من الوجهة العملية، أما الناحية النظرية وهي التي محل بحثنا الآن، فهناك فروق جوهرية بين قراءة وقراءة. إذا كان ذلك كذلك فمن الأولى أن نأخذ بالجانب العملي. بل الجانب النظري هو الأحق بالاهتمام. إذن نبحث الأمر في ضوء هذا المعيار. نحن ننتظر النتائج على أحر من الجمر. وبالطبع لقد انتهت المداولة أيها المستشار، وبقي النطق بالحكم. بعد جلسات حوار مضنية وبعد جدول أعمال مكثف، وجدت اللجنة المنوط بها بحث الأمر فروقا أساسية بين القراءة في الصحف السيارة وبين القراءة بين دفتي الكتاب. فالصحف تربط السجين بالعالم لحظة بلحظة. هذا يكسر حدة الإحساس بالأسر، ويترتب على ذلك ظلم لنا أيها الزوج المراهن. أما القراءة في الكتب فلا غبار عليها حيث أنها ماضي. ولا مانع عندي من الإحساس بالماضي. ولذلك ترى اللجنة إمكانية قراءة الكتب مع البعد عن الصحف اليومية لزيادة الإحساس بالغربة والاغتراب. أكمل بقية شروط العقد أيها المستشار. يطلب الطرف الثاني وهو المحامي الشاب الإذن له بالتدخين، وهو مطلب عادل،
لأن التدخين جزء من السلوك اليومي الأساسي للإنسان، حيث إنه عادة لصيقة به طوال الوقت. موافق. لا توافق بهذه السهولة يا زوجي. لا تقلقي يا عزيزتي، فإنني محاور ماهر. إن التدخين سوف يفسد هواء البطروم ويكثر من ثاني أكسيد الكربون، وهذا شيء مطلوب. ويجوز له أن يتصل بالعالم الخارجي من خلال نافذة صغيرة بالبطروم. والخمر ليس من حقك تناولها أيها الشاب، لأنها متعة ليست من حق السجين. لا بل هي من حق. قلت لك كف عن الاستجابة لكل مطالبه. وقلت أنا لك لا تقلقي، فزوجك داهية. إنني على استعداد لتقديم كل الكميات التي يطلبها، لأن الحسابات الدقيقة تقول بأن الخمر مثيرة للشهوات، والشهوات هي ألد أعداء السجين. فكرة عبقرية فعلا. وفضلا عن هذا، فليس أبعث على الضجر من شرب الخمر بلا جليس. ويدخل في نص الاتفاق كل ما من شأنه أن يجعل السجن انفراديا بكل معنى الكلمة، وبحيث يبقى المحامي في أسره 15 سنة كاملة لا تنقص لحظة واحدة، ابتداء من الدقيقة الأولى من الساعة 12 في اليوم 14 نوفمبر إلى 2 من الدقيقة 60 من الساعة 12 من الشهر 12 للسنة 15. وأية بادرة من جانب المحامي لإنهاء هذه مبرئ المال من التزامه بدفع المبلغ. الآن الأوان للفراق يا حبيبي. كما سيحين وقت اللقاء قريبا. يعني ذلك أنني لن أراك بعد الآن؟ لا تقولي ذلك، إن الساعة الآن تقترب من 12، وبنفس السرعة سوف نقترب من اليوم الأخير في 15. الحزن يقتلني يا حب الأوحى. الحب الذي لا يعلم الصبر ليس حبا حقيقيا. وأخيرا، هل تأذن لي بآخر قبلة؟ بكل أسف لا يا حبيبتي. لا داعي للحرمان من الآن. آه، لو تعلمين مضاعفات هذه القبلة داخل جدران السجن. أرجوك قبلة واحدة فقط. لأنها واحدة فقط فلا داعي لها، لأنها سوف تفتح شهيتي نحو الممنوع المجهول، ثم إن ثمنها سوف يكون غاليا جدا، سأدفع فيها 1,000,000 روبل. حقا إنها قبلة واحدة تلك التي تطلبينها، لكنها سوف تتحول داخل جسدي إلى خميرة، ولا بد لها من تفاعلات. لا، كل ما أرجوه منك يا فاتنتي. أطلب ما تشاء. كل ما أريده أن تتركيني كل ما بقي لي من وقت الحرية أنظر إليك، أتأملك. آهٍ يا عزيزي الأوحى، آهٍ لو أستطيع أن أتحول إلى فراشة أو حتى إلى ذبابة لجئت إليك كل يوم، كل يوم. هيا أيها المحامي المغامر، الوقت لم يعد ملكا لك منذ الآن. لا حق لك في لحظة واحدة خارج جدران السجن. في أية زنزانة يريدني سيدي المليونير؟ أنت الآن على ذمة المبلغ. يحيى الثبات على المبدأ. وداعا للحرية ومرحبا بالحرية الجديدة. لقد مضت لحظة واحدة من الدقيقة الأولى في اليوم الأول في 1. لقد مضت لحظة يا فتاتي الغالية، فقربتني من لحظة الخلاص
واختصرت المسافة التي تفصلنا عدة خطوات. نعم، ماذا تقولين وبما تتمتمين؟ أتقولين إن الطريق طويل؟ أبدا، إنني أعتبر أن هذه اللحظة بشرى طيبة وإنجاز ضخم على طريق اللقاء في شارع الحرية. لا تضحك يا أنستي، فسوف أهتم منذ الآن بتفاصيل قد تبدو تافهة جدا في حياة الأحرار، لكننا نحن المساجين نتمسك بما لا يدور يوما بخلدكم. قلت لك لا تضحكي، فسوف أهمس في أذنك. إنني الآن لا 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 لن أهمس، بل سوف أرفع الصوت إلى عنان السماء. ما دامت هذه هي تفاصيل حياتي فلم الخجل؟ إنني الآن في طريقي إلى دورة المياه. هل تسمعين؟ دورة المياه، أقول لك دورة المياه الملحقة بالبدروم. وعندما أعود أعتقد أنه يكون قد مضى من 15 سنة 5 دقائق كاملة. تصوري، 5 دقائق كاملة في الذهاب والإياب وقضاء الحاجة. يجب أن نتفق على تفاصيل الاتفاق. أي اتفاق هذا سيدي المليونير؟ اتفاق على طبيعة المهمة وما تتحمله من مسؤوليات. هل هو شبيه باتفاقك مع المحامي؟ أجل. أتقول أجل؟ لا يا سيدي، إنني لا أراهن على شيء. إنه اتفاق مع الفارق، اتفاق يهدف إلى تنظيم العمل. قل شروطك يا سيدي. حسنا، عليك القيام بحراسة المحامي 24 ساعة في 24 ساعة بكل سرور، وممنوع بتاتا التحدث في أي موضوع باستثناء الطلبات المنصوص عليها في العقد. حتى لو ضجرت أنا من وحدتي فاستأنست به؟ خطأ خطأ، ممنوع الحديث أيها الحارس، هل تفهم؟ ممنوع. لا تغضب يا سيدي، إنه مجرد استفسار. لكن أيها المليونير، ماذا أفعل لو فكر في الهرب؟ يسر له كل الأمور وسهل له كل الطرق. كل طرق؟ بل وافرش له الطريق ورودا ورياحين. ما هذا الكلام يا سيدي؟ وما لزوم حراستي أنا؟ نفذ ما أقوله لك أيها الحارس الأبلة. إذن فأنت تسخر مني وتستهزئ بي. كف عن هذا الكلام أيها الحارس. إذن لماذا تعطيني هذا السلاح وكل هذه الذخيرة؟ ولماذا تدفع لي راتبا شهريا؟ بل ولماذا تطعمني وتسقيني؟ من أجل حراسة هذا السجين أيها الحارس. ما دام الأمر يحتاج إلى حراسة، فكيف تطلب مني أن أسهل له الهرب؟ لا تكن غبيا، حاول أن تفهم طبيعة الموضوع. إنها طبيعة شاذة غير مفهومة على أمثالي. سوف أشرح لك الأمر بالتفصيل. حقا إنك رجل غني، لكن لماذا تتحمل كل أعبائي من أجل حراسة رجل تتمنى أن يهرب؟ ثم إنها حراسة لا لزوم له، إن هذه الأقفال وتلك الجنازير كافية وحدها لحراسة آلاف المساجين. إنها سوف تستعصي على الفتح حتى يوم القيامة نفسه. طاب مساؤك أيها الحارس. نعمت مساء يا سيدي السجين. كيف حالك هذه الأيام؟ لقد ضقت بالحياة نفسها منذ أكثر من سنة وأنا على هذا الحال. حقا إنه عمل الذي أرتزق منه، لكنه صار عملا مملا خاليا من أي إثارة. أرجوك أن تبلغ سيدي المليونير بشدة احتياجي إلى كمية كبيرة من الكتب. كتب؟
ماذا أيها السجين؟ أرح رأسك يا رجل. مجموعة من الكتب ذات الطابع الخفيف، روايات غرامية مثلا، مطبوعات فكاهية وما إلى ذلك. ألا تلاحظ يا زوجي أن عزف البيانو قد انقطع فجأة؟ بل ولم يعد يطلب سوى الكتب الكلاسيكية، لكن يبدو أنه عازم على كسب الرهان. يا عزيزتي، إنه مجرد العام الثالث، ليس دليلا أبدا على قوة الرجال والاحتمال. حقا، إنها 3 سنوات، لكن لا تنسى أنها 5 المدة. لا تنسي أنت أنه يخسر الرهان من أجل دقيقة واحدة. ضايقني كثيرا أيها الحارس أنني نسيت عدد الشهور والسنوات. لم أوفق أنا أيضا في مواصلة حساب المدة، لكن لا بأس أيها السجين. حقا، فلا داعي لشغل أنفسنا بهذا الموضوع، فبالتأكيد أن السيد المليونير يعد الثواني واللحظات، وهو عداد لا يخطئ. مع بداية العام الخامس تبعث عزف الموسيقى من جديد. فأل سيء، معناه أنه قد ألف المكان وتعود الوحدة. بل لقد طلب أن نأتي إليه بالخمر كما قال الحارس المكلف بمراقبته. إنه ظل طوال هذا العام وهو لا يفعل شيئا سوى الأكل والشرب والتمدد في فراشه، وكان يتثاءب كثيرا، بل ويكلم نفسه غاضبا. أما الكتب فقد انقطع عن قراءتها. هل عندك جديد أيها الحارس؟ لقد ظل يجلس ويكتب في بعض الليالي لوقت طويل، فإذا جاء الصباح مزق كل ما كتب، بل وأكثر من مرة كنت أسمع صوته وهو يبكي. أبشري أبشري يا زوجتي أبشري. ماذا بك يا زوجي؟ يقول الحارس إن المحامي دائم البكاء. دائم البكاء؟ أجل، لا تفرح كثيرا يا زوجي، فربما كان في البكاء تنفيس عن ضيقه. إذن فقد بدأ الضيق، وإذا كان البكاء يريحه فهو لن يبكي طوال السنوات العشر الباقية. وعلى ذلك ماذا؟ لقد بدأ العد التنازلي. وهل لي ذنب في ذلك يا سيدي؟ لم يعد لدي متسع من الوقت أيها الحارس كي أزوده بكل هذه الكتب. لكنه طلب مني ذلك. إنه منذ أن شرع في النصف الثاني من العام السابع في دراسة اللغات والفلسفة والتاريخ، قد اشتريت له من الكتب والمجلدات نحو 600 مرجع. 600 مرجع في فترة 4 سنوات فقط. وقبل أن أنسى يا سيدي، لقد كلفني أن أسلمكم هذه الرسالة. سجاني العزيز، إنني أكتب إليك هذه السطور ب6 لغات، أطلع عليها الخبراء المختصين، دعهم يقرؤونها، فإن لم يجدوا فيها غلطة واحدة فرجائي عندك أن تصدر أمرك بإطلاق مقذوف ناري في الحديقة، ومن صوت المقذوف سوف أعرف أن جهودي لم تذهب سدى. إن العباقرة في كافة العصور والبلاد يتكلمون لغات شتى، ولكن فيها جميعا تضطرم نفس الشعلة. إن لو أتيح لك أن تعرف ما أنا فيه من سعادة سماوية بعد أن تهيأ لي أن أفهمها جميعا.
سعادة؟ سعادة سماوية؟ يا له من إنسان عنيد. المهم ماذا عساي أن أعمل الآن؟ فيما يا زوجي؟ اقترحي علي يا زوجتي، اقترحي. هل أطلق له الطلق النارية في الحديقة أم لا؟ هب أنك فعلت ذلك، ألا يجعله هذا يشعر بالفخر من صحة اللغات فيستزيد من دراستها فيطلب المزيد من الكتب ويقتل المزيد من الوقت ومن ثم يكسب الرهان؟ وما أخشاه أيضا إذا تجاهلته أنا، ظن نفسه دون المستوى فيطلب المزيد من الكتب ويقتل الكثير من الوقت ومن ثم يكسب الرهان. لقد استوثق من نفسه يا سيدي، فترك دراسة اللغات وانثنى على دراسة تاريخ الأديان وعلوم اللاهوت. تاريخ الأديان؟ إنه درج الجلوس دون حراك أمام منضدته والعكوف ساعات طوالا في قراءة الكتاب المقدس. باطل الأباطيل، الكل باطل، ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء، والأرض قائمة إلى الأبد، والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، والريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مدارها ترجع الريح، كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. ألم يكف عن قراءة الكتاب المقدس أيها الحارس؟ أبدا يا سيدي المليونير. إذا فكر معي. فيما؟ في وسيلة تجعله يترك الكتاب المقدس؟ بل في وسيلة تجعله يترك الأسر كله. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل، العين لا تشبع من النظر والأذن تمتلئ من السمع، ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد، أنا الجامعة، كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات، هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر، رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذا الكل باطل كقبض الريح، وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت أن هذا أيضا قبض الريح، لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. أظنك جئت بمطالب جديدة. كتب في العلوم الطبيعية وأشعار بيرون وشكسبير، وكتب في الكيمياء والطب، ثم بعض القصص الفلسفية واللاهوتية. كتب كتب كتب، يا له من محام جاهل جاهل. هدئ من روعك أيها الزوج، هدئ من روعك حتى لا تتعرض لأزمة قلبية. كيف أهدأ يا زوجتي وهذا الولد المحامي على وشك أن يكسب الرهان؟ كيف وأنا معرض لأزمة مالية؟ لن يكسبه أبدا،
وكيف يحدث هذا؟ فقط عليك أن تفسح لي بعض الوقت مع هذا الحارس على انفراد، على انفراد يا زوجي المليونير. زوجة عبقرية، لا أشك في ذلك. هل فهمت كافة التفاصيل؟ أجل يا سيدتي، ولكن... ولكن ماذا؟ ولكن كم ستكون مكافأتي؟ أترك ذلك لتقديري الشخصي ولا تتسرع. بعد ساعات يا زوجي لن تجد هذا المحامي في سجنه. وأين سيذهب؟ فليذهب إلى الجحيم. بل إلى جحيم الجحيم، يذهب غير مأسوف عليه. فالمهم عندي، المهم عندي أن يخسر الرهان. بل المهم عندي أن يخسر الرهان بجدارة. فمنذ 15 سنة كانت ملاييني تفوق الحصر. أما الآن فقد ذهبت بها المضاربات في سوق المال، والصفقات المتهورة، والمجازفات الخطرة. ومن أجل ذلك لابد أن يخسر المحامي الرهان خلال ساعات. نعم، خلال ساعات فقط. اسمع أيها الحارس، إنني يوم قبلت هذا الرهان كنت أضع كل هذه الحركات في حساباتي. اذهب إلى سيدك، قل لسجاني إن حبيبتي لم تتزوج، ولن ليس لها حبيب غيري، وليس لي سواها، حتى لو مكثت هنا إلى آخر العمر. إذن لابد أن يموت هذا الرجل. ماذا تقول؟ يموت؟ نعم، إنه لم يتجاوز 40 من عمره، وسوف يأخذ أموالي عن آخرها، بل ربما ذهب ليضارب في البورصة، في حين أنظر أنا إليه كما ينظر متسول حسود، وربما كذلك تطوع بعبارات الإشفاق. أنا مدين لك أيها المليونير بما أنعم به من سعادة في حياتي، هل تسمح لي أن أساعدك يا سيدي ردا لبعض أفضالك علي؟ كلا، هذا كثير. وكيف المهرب من هذا الإفلاس والعار؟ قلت لك أن يموت هذا الرجل. لكن هل يعقل أن تخونني حبيبتي لطول غيابي في السجن؟ إنني تحملت 15 عاما من أجلها، تحملت، ولكني لا يمكن أن أتحمل خبرا كهذا الذي يقوله الحارس. لكني أريد أن أسأل نفسي ماذا يحدث لو أن هناك احتمال صدق خيانتها لي، ولو حتى 1%، بل 1 في 1000، ماذا يحدث؟ إنه غدا في 12:00 سوف يسترد حريته. مضت 15 سنة وفي هذا خرابي وإفلاسي. لابد أن يموت هذا الرجل، وطبعا إذا واتتني الشجاعة لتنفيذ ما اعتزمت عليه، فإن الشك سوف يقع أول ما يقع على الحارس. إن المحامي افتقد الحرية وكسب المادة، وأخشى أن تخسر الثروة وتفقد الحرية. افتحي خزانة المفاتيح، وهاتي مفاتيح البدروم. ما هذا الصدأ؟ صدأ يرجع تاريخه إلى 15 سنة.
صدأ تاريخي. صدأ له تراث يا زوجتي، تراث طويل. سوف تكسب الموت بدلا من الرهان أيها المحامي الوغد. وماذا في وسعك أن تفعل؟ سوف ألقيه فوق الفراش ثم أكتم أنفاسه بالوسادة، وطبعا لن يستطيع أي فاحص أن يثبت أن الوفاة غير طبيعية، وبالطبع فقد جعل منه السجن كل هذه المدة شيئا نصف ميت. لماذا تأخرت هكذا يا زوج؟ كان فوق الأقفال صدأ يحتاج إلى مدافع لإزالته، صدأ متعجر منذ سنوات، فاحتاجت عملية الفتح إلى معركة. وأخيرا هل أجهزت عليه؟ مضيت داخل الحجرة أكثر من 5 دقائق. وأخيرا هل أجهزت عليه؟ لم يبدي السجين أدنى حركة. وأخيرا ظننته قد مات بالسكتة القلبية. وهل مات؟ يبدو أن سجني له كل هذه المدة قد علمه الجلوس بلا حراك. جلس على المنضدة ليس كأي كائن بشري. المهم إنه كان هيكلا عظميا، طويل الشعر كامرأة، أشعث اللحية، كان وجهه مصفرا كأديم الأرض، وقد دب فيه المشيب رغم أنه لم يتجاوز 40. وهل مات أم لا؟ ظننت أنه ربما كان يحلم بالملايين. ثم ماذا حدث؟ عندما هممت بطرحه أرضا شعر بوجودك فانتبه. أبدا. هل استيقظ الحارس؟ لم يحدث. ماذا حدث إذن؟ فوجئت بورقة ملقاة فوق المنضدة بشكل يلفت النظر. فقررت أن تمزقها؟ بل قررت أن أقرأ. غدا يا سجاني العزيز، وعند الساعة 12 ليلا سوف أنال حريتي وحق مخالطة الناس، ولكن قبل أن أبرح هذه الغرفة وأرى ضوء الشمس أظن أنه من الضروري أن أقول لك 2 كلمات وأعلن إليك بضمير خالص نقي، وأمام الله الذي يراني، أنني أحتقر الحرية والحياة والصحة. كنت أظنه سوف يقول إنه يحتقر الثروة. بل وكل ما تسميه كتبكم مناعم الحياة، إن كتبكم قد أعطتني الحكمة، إن جماع ما في الفكر الإنساني الدائم المتواصل، ذلك الذي تراكم على مدار القرون والأجيال، قد انضغط وترك كذا في كتلة صغيرة استقرت في جمجمتي. لقد علمت الآن أنني أبرع منكم جميعا، لكنني أحتقر كتبكم وأحتقر كل مناعم الدنيا وحكمتها، كل شيء تافه، كل شيء باطل صوري خادع كسراب. ولئن كنتم تشمخون كبرا وحكمة وتتيهون جمالا ودلالا، فإن الموت ملاقيكم في النهاية، ولسوف يمحوكم من فوق الأرض محوا حتى تصبحوا كجرذان تحتها، وعندئذ سوف تبيد ذريتكم وتواريخهم ونتاج عباقرتكم، وتغدو هباء تذروه الرياح مع كرتكم الأرضية كلها. كفى كفى
فأنا لا أفهم شيئا. صبرا صبرا سجاني العزيز، إنكم لمجانين ضلت بهم السبل عن الصراط السوي المستقيم. إنكم تعتنقون الزور عوضا عن الحقيقة، والقبح عوضا عن الجمال. قد تعجبون إذا أثمر الشجر فجأة بدل التفاح والبرتقال ضفادع وسحاليا، وإذا الورود نضحت بدل العطر بروائح العطن والخبث. وفي هذا أنا مثلكم أعجب منكم، أنتم الذين استعطتم عن السماء بالأرض والثريا بالثرى، فقد غدوت ولا قبل لي بفهمكم. يبدو أنه أصبح وشيك الجنون. ولكي أريكم بالفعل لا بالقول احتقاري لما أنتم تعتنقون وبه تعيشون، فإنني أتنازل عن المليونين اللذين حلمت بهما يوما كما أحلم بالجنة، واللذين أحتقرهما الآن احتقارا. ولكي أحرم نفسي من كل حق فيهما، فإنني سأخرج من سجني هذا قبل الموعد المنصوص عليه بخمس دقائق، وبهذا أنتهك العقد المبرم عامدا مختارا. كنتم مع أشرف عبد الغفور والرهان، قصة أنطون تشيخوف، أعدها للإذاعة عبد الحميد الكاشف، أخرجها لكم حسين أبو المكارم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.